السلام عليكم، مرحبا بكم في عالم السودوكو، اللعبة اليابانية الشهيرة. معكم يوسف دلال، سوف يقوم بالحل ديال هاد الرقعة، هاد السودوكو اللي تشوفها فعلا نيفو ديابوليك تخي ديفيسيل. تتمنى لكم نوريكم الطريقة ديال الحل ديال هاد النوعية ديال الرقعة، هاد السودوكو، هاد البيزل. سوف أقوم بالحل ديالها ونعطيكم استراتيجية، تدير لو بلان استراتيجيك باش تحلوا نيفو هذا، نيفو ديابوليك. تتمنى لكم لعبة شيقة ونلتقي. أمك ودم من دمك، قل لها انت ما انتش امي ولا دمك من دمي، وبص يمينك تلاقي سيف معلق، اسحبه عليها وتقدم اليها واضرب رقبتها ينفك رصبها. سمعت كلامي يا سلامه يا بن سلام، لكن انا يعني النار يا عبد الصمد. النار انا عاوز اقول ايه بس؟ البخور يا عبد الصمد. بخور بس اسمعوا مني، انا هزم يا عبد الصمد. بسم الله وبسم الله بحق النار ورب النار تصم بركم قوكم فيكم بواتنا، وعليه قدم مستر قدم له اسرار، وعليه دم بلون الدم اللي بتتلم عليه تندم. الله الله، ده صحيح البحر ما فيش ولا نقطة مية. الله، ده أنا دلوقتي ماشي في الأراضي. الله، الدهب الوصية. الله، الباب اهو، الباب الاولاني، ودي الحلقتين. اما خبطتي. مين اللي بيخبط على ابواب الكنوز من غير ما يعرف حل الرموز؟ تشكرح يا سلامة. أنا سلامة صاحب هذه الكنوز وحافظ حل الرموز. إن كنت صحيح سلامة ابن سلام، قدم رقبتك للسيف بأوام. تشكرح يا سلامة. أنا سلامة ودي علامتي وديني، قدمت لك رقبتي. اضربك بالسيف. اضرب. هقتلك. اقتل. حوش يا سلامة، حوش يا سلامة، اضربك بالسيف. اهو اهو. الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الراجل اختفى. ده صحيح، ده صحيح، انتهت. اوعى تطاوع نفسك. الوصية. الباب التاني، وادي التلات حلقات. اما خبط تلات خبطات. الله، الاسد، الاسد. أنا سلامة يا أسد، واللي بعتني عبد الصمد عشان أفك الرصد. الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الناس اختفت. صحيح. أما أقعد أخد سلامة وامشي في سكة السلامة. مع
عشان الباب التالت الذهب الذهب اوعى تطوع نفسك الباب اهو الباب الاخراني وادي الاربع حلقات اما خبط عليه اربع خطات بالظبط هي اوعى تخدعك يا سلامة سلامة ابني بعيد عني ليه يا سلامة ليه يا ابني ده انا امك ودمي دمك انت ما انتش امي ولا دمك من دمي يرضى عليك يا سلامة فين السيف ده جزات اللبن اللي رضعته لك يا سلامة ارفعي راسك تقتل امك يا سلامة ارحمني ارحمني يا ابني وانا اعمل ايه بس يا ابني سلامة سلامة امي امي ابني امي تعال بحضني تعال بحضني تبكرة انا مستعد www.misretube.com بلغني أيها الملك السعيد بالرأي الرشيد أن سلامة ابن سلام لما خدعته الجنية بمعقول الكلام لا لها قلب وظن أنها أمه وفتحت له صدرها وبسطت إليه يديها فارتنى بين ذراعيها وعندئذ ضحكت ضحكة شيطانية وقبضت عليه بيد قوية وصرخت فآتاها الأعوان والجان وسكان ذلك المكان فأمرت جنيا من الجن أن والجن وأن يمزق لحمه ويدق عظامه ويأتيها بزجاجة من دم سلامة وما زال سلامة ينضب حظه ويرتيه ويبكي على مصير أمه وأخيه حتى رق له قلب الجني فحمله إلى مخيم المغربي فأخذ يزحف حتى دخل عليه فقام الشيخ إليه وحل يديه ورجليه وسأله عما حصل وعن أسباب هذا الفشل وأقام سلمة عند المغربي معززا مكرما حتى مر العام ودارت الأيام وجاء اليوم الموعود وحل الأجل المحدود فخرج شيخ المغربي إلى الصحراء ونصب خيمته الحمراء وصف الوسائد ورص المساند وأشعل النار وحضر التمائم وأطلق البخور ووضع العزائم بسم الله الله النار ورب الله صعب الصعب 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 نفس غواشي هيا هيا ردوا علي مرحب مرحب ردوا السجة بيت النار بيت النار حال الدم هيا مين اللي بيخطط على أبواب السجون من غير ما يعرف عن الرموز أنا سلامة ابن سلام صاحب هذه الكنوز وحافظ حل الرموز سلامة سلامة ما سلامة قدامك وبيسمع كلامك سلامة يا راجل وطعمه بقت مكان افتح أيها الغادم انتظر أنا قادم إن كنت صحيح سلامة ابن سلام قدم رئتك للسيف كأواش أنا سلامة ودي علامتي ودينه قدامك رئتي هضربك بالسيف اضرب دافع عن نفسك اهرب مفيش من القدر مهرب هقتلك اقتل قلت لك حوش يا سلامة حوش هضربك بالسيف اضرب اهرب اهرب
ادي واحد وادي باب لسه الباب التاني الذهب الوصية ها الباب التاني وادي ثلاث حلقات اما خبط ثلاث خبطات الباب اتفتح يا اسد يا اسد انا سلام يا اسد جاي افك الرصد خذ خذ الحمد لله اختفى الاخر الباب التالي لسه الباب الاخراني الذهب الوصية الوصية الباب التالي وهذه الاربع حلقات اما خبط اربع خطوات سلامة ايوه سلامة ابني حبيبي يا ابني ابعدي عني انا ابنك ولا انت امي ليه يا سلام ده انا امك ودمي دمك لا انت امي ولا دمك من دمي ارحمني ارحمني ابعدي عني فين السيف المعلق انت هتقتلني ارفعي راسك تقتل امك تعملها في ايدك يا سلام سلام بسم الله الله اكبر الحمد لله الحمد لله ربنا خلصت منها ومن شرها ودلوقتي الطلاسم وحلينا سرها والرموز وعرفنا امرها اما اقوم اصحى باب الكنز واخش على الغنى والعز يا ده ايه ده كله ذهب جواهر ذهب احنا مالنا ومال الذهب والجواهر احنا سيف السلطان وخاتم سليمان هذه المقصورة والستارة المسحورة اللي أدي عليها وفوقها الستارة اللي حلاقيها أمد الستارة ها سلطان الشمردل نايم أمد إيدي أخذ منه السيف الحمد لله أما الله الخادم بسم الله الرحمن الرحيم الخادم خادم سليمان خادم سليمان حط فوق طاب أما نظفه أخليه يلمع أنا صحيح أنا تعبته أنا كنت ناس لبيك لبيك كل ما تطلبوه بين يديك عاوز حاجة ما تفترش عليك ده كان الأمر وعلينا الطاعة وديني فاس ومكناس في الوقت والساعة أما على الوطاعة أما بعينك وفتحها انت جيت يا سلامة انت مين أنا الكاهن الكريم الكاهن الكريم؟ وبقالي ثلاث شهور في انتظارك عبد الصمد قال لي أخبارك أمال فين الشيخ عبد الصمد كاهن الكفان؟ عبد الصمد مات من زمان من زمان؟ أنا لسه فايت وما بقالي ساعتين أنت بقالك سنين إيه؟ أنت بتقول الحقيقة؟ للساعة ودقيقة ولا فات علي ليل ولا مر علي نهار دي كلها أسرار اسمع يا ابني عبد الصمد قبل ما يموت امني واداني امانه اقدمها لك يا سلامه اتفضل ايه ده؟ كتاب زاد المسافر وقبله الحائر الكتاب اللي تركه لهم ابوهم واللي علشانه غرق عبد الموجود وعبد المعبود وصاني عبد الصمد اقدمه لك ووصاني افهم ايه سيف السلطان وايه خاتم سليمان يا سلامه وليد بما اعطيك انت ابني تملك سيف النقمه وتملك خادي خاتم ما تستعملهمش الا في الخير ولا تضرش بهم الغير ان شاء الله خلاص يا ابني بسلامه الله لبيك لبيك كل ما تطلبوا بين يديك
عايز حاجة ما تكترش عليك. عايزك توديني الآن إلى أرض كنعان في الوقت والساعة. أمع الوقاعة، أمع عينك وفتحها. أمي أمي أنت جيت يا سلام. ده أنا جيت بالخير والسلام. أمال فين أخويا تاني؟ سالم سالم يا مرقاني مرار وبكاني ليل ونهار. قهرني وظلمني وسرق الفلوس مني. إذا سأل على الفلوس تبقى هانت، البيت ده ما يلاقش نفسه فيه. أو طويلة يا سامة يا ابني، قولي ليه لم؟ إيه؟ تحب القصر بتاعنا يكون فيه إيه؟ أوكي إيه؟ القصر بتاعنا اللي حجنيه؟ يبنيه؟ فين؟ زي ما أنت عايز. إمتى الكلام؟ الوقت أهو، في غمضة عين تلاقيه قدامك. سلامة عقلك يا سلام. أنا ما كنتش عايزك تسافر مع المغاربة دول. أبدا يا أمه، أنا بخير ما تتخضيش. أنا مش هحكيلك، ما هتصدقيش. أنا هوريك بعينك. شوف الكتم ده، ادعكيه كده، كده أهو. إيه ده يا دكتور رحيم؟ لبيك لبيك، كل ما تطلبه بين يديك. عاوزك تبنيلي الآن قصر على سبع عمدان قدام قصر الملك كنعان، وطول اعلى منه ويزيد عنه، والستاير والحراير والخدم والحشم والمماليك والجواري، حالا بالا في الوقت والساعه. امعا وطاعه، غمض عينك وفتحها. الوزير يدخل. مولاي مولاي مولاي، قوم قوم انهض رجليك، ارفع راسك وبص لي بعينيك. انت لي سايب القصر؟ انا النهارده من الصبح لغايه العصر مشغول بحكايه القصر. انه قصر؟ القصر اللي اتبنى بلمح البصر دي حاجه يا مولانا فوق قدره البشر. انا مش عايز وصف القصر واللي فيه، انا عايزك تقول انت عملت ايه. انا بعت لهم يا مولانا مرسال ووصيته يجيب الخبر ويجي في الحال. تعال، دي حاجة ما تخطرش على البال. وقال لك المرسال؟ المرسال ما قالش. ما قالش؟ أصل اللي بيروح هناك ما بيرجعش. ما بيرجعش؟ واتصرفت ازاي؟ مولاي اتكلم. بعت لهم واحد ثاني ورا المرسال الأولاني، راخر ما بنش. ما بنش؟ وثالث ورابع وخامس، بعت كتير زي ما يكونوا بيروحوا كبير. وبعدين؟ بعدين قعدت افكر، قلت مفيش الا قرطه عسكر يطلعوا عليهم بالعشره ويجيبوهم نظره، وقلت لهم ما يجيبوش. اللي قلت ما يجيبوش راحوا ما رجعوش. ما رجعوش؟ وبعدت قرطتين ما بنوش. ما بنوش؟ ثلاث قرط رخلين ما رجعوش. طب وليه ما قومتش الجيوش؟ اقومهم ازاي من غير امر مولاي؟ مولاي في على الباب راجل غريب بيطلب الاذن. ما فيش النهارده اذن. معاه رسالة. رسول ومعاه رسالة؟ خليه يدخل. أولاي لا ما فيش سماح، أنا هاخد الرسالة من المرسال وأصرفه في الحال. مولاي تعال يا راجل، أنت إيه اللي جابك وعايز إيه مننا؟ أنا جايلك في أمر وعاوز أقول لك سر. سر إيه؟ أقوله لك يا ملك الزمان، بس أما تخلينا المكان. اسمع يا راجل، ما فيش على الديوان سر. السر اللي يعرفه أكثر من اتنين ما يبقاش سر. والسر ده يعني شيء مهم؟ إيه اللي أكثر من مهم؟ اللي أكثر من المهم الأهم. أهي دي أهم من كل اللي في بالك، دي مسألة حياة أو موت بالنسبة لك. كده؟ أخلص دوام. أمر مولاي أمر مولانا. هذا هو بعينا لوحدنا، قول لي على السر اللي جابك عندنا. هتكلم واقول لك الجواب، بس امرهم يقفلوا الباب. طلبك مباب، اقفلوا الباب دلوقتي، ما حدش معانا. انا هقول لك كل حاجه يا مولانا.
قبل كل حاجة، أنت مين؟ وجاي منين؟ أنا مش غريب، أنا سالم مولانا. سالم مين؟ سالم أخو سلامة. وسلامة ده أمين؟ سلامة ده يبقى جارك، وداره قدام دارك. صاحب الأرض اللي اتبنى؟ أنت شفته بيدني؟ ما هو ده اللي محيرني. عشان أقول لك تصدقني. تقول لي إيه؟ فين هي الأسرار؟ باختصار أخويا سلامة يمتلك عسيف النقمة. سيف النقمة؟ بتاع السلطان الشمردل. ومش بس يمتلك سيف السلطان، ده كمان يمتلك على خاتم سليمان. يعني يخدموه الكان؟ ده اللي حصل وكان. والبيوش وعساكر ما تنفعش؟ إذا كان على القوة هو الأقوى، دعاه سيف النقمة وخاتم سليمان وراه الخدم والجان، على لحظة ياخد منك المملكة، ولا حرب ولا معركة. انت خوفتني بكلامك. انا جاي عشان ادبر لك نظامك، بس توعدني اذا تمت الهيلة ونفع التدبير قصك من اخويا الشرير، وبتعملني وزير ولا حارس كبير. نعمك حارس كبير، بس انت تظهر لي وتروح تزوره وتاكل من خيره وتبين له ودك، وبعد كده تدعيه عندك وتعمل له وليمه مشهوره وتحط له في الاكل فاتوره، ساعه ما يغيب منه يغيب عن وعيه ويروح نايم، تقوم انت تجرده من السيف وتاخد الخاتم ويصفالك ملكك ويرتاح سرك، وبتعملني وزير ولا حارس كبير؟ زي بعضه حارس كبير. وايه اللي يضمن لي انك مش بتخدعني؟ ما انت ما تعرفش يا مولاي قلبي من جهة اخويا ازاي، ومع ذلك خدني عندك اسير لحد ما يتم التدبير. اتفقنا. وتعملني عندك وزير ولا حارس كبير؟ حارس كبير. يا سلام، دي حاجة ولا في الأحلام. بدي تكون ايه جنب اللي شفته عندك في القصر؟ دي حاجة ولا السحر، ما يمكنش حد يوصل لها غيرك. دي حاجة فضل خيرك مولاي. استنى ما تشوف اللي جاي. مولاي دخلوا الجوار السود. الجوار السود. كل ما طبع ده يا سلام، ده اسمه الفالوذج. فالوذج؟ كفر منه، خد دي وحياتك عندي. ما تحلفنيش. طيب خدها من ايدي، ما تكسفنيش. مش عارف انا. انت ايه؟ مش عارف حاسس بايه. لا يا شيخ، انت موهوم. كابس علي النوم. انت موهوم. الدنيا في عيني غيوم. الله، انا مسموم. شو يا مولانا، هو دلوقتي نايم. مد ايدك، خد منه السيف واسحب من صباع الخاتم. ايوه فك السيف. انتوا والخاتم. ايوه والخاتم. انتوا بتعملوا ايه؟ مش عارف دماغي بيلف ليه. الله، غالب
أخويا أنا تعبان، أخويا الحقني. الحقك ده أنا حخلق. الله الله جرى إيه يا فندم؟ أنا صاح ولا نايم؟ أخذنا منك السيف والخاتم. أنت ليه يا مولاي تغدرني؟ وجود السيف وخاتم معاك يهددني. اقتله يا مولاي وارتاح منه. ابعد عنه. بعد ما خدنا السيف والخاتم ما اخص عليك يا سالم، ده جزات المعروف يا سالم. مش حال لو ما كنتش اخويا. يلا يا مولانا حقق وعدك. انا عندي ظنك اعملني وزير. ما قلنا حارس كبير. حارس كبير ده انا حعلك حارس كبير قوي. اما ادعك الخادم وامر الخادم اهو. لبيك لبيك كل ما تطلبه بين يديك. اهو بك تطعني غاية الطاعة وتعمل سالم كلب اسود في هذه الساعة. كلب اسود ده العهد والامانة اخويا. ما تتكلمش عن العهود والامانة، انت ما تعرفش غير الخيانة. كلب اسود اهو ده، اهو ده الحارس الكبير. غمض عينك وفتحها. اخويا اخويا اخويا. ما تبكيش يا حلامة. انت ليه يا مولانا تعمل كده معانا؟ انا ما عملتش اكتر من انك السيف والخاتم منك وامنت ملكي من واخويا. اخوك اخوك ده خاين غدار، هو اللي قال عن اسرار. والخاين حفير مهما كان دوره خطير. ده ما يصحش يكون كلب كمان، عشان الكلب وفي وهو خوان. ما تخافش يا سلامة، انا حأمن حياتك واسيبك تاكل عيشك بعرق جبينك. اقدر اخد اخويا معايا اللي هو الكلب ده؟ اقدر اخد اخويا معايا. خده يا سلامة ولو انه ملوش كرامة. مع السلامة يا سلامة. مع السلامة. بلغني ايها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد ان الجني لما سمع من سلامة هذه الحكاية بلغ منه الدهش الى ابعد غاية، وسأل سلامة عن علاقته بصاحب الخان بعد ان خرج من قصر الملك كنعان، فبلغ من الجني العجب وسكت منه الغضب واطرق قليلا، ثم رفع رأسه وقال: يا سلامة، أنت قتلت ولدي من غير قصد منك وقد عفى الله عنك، وإن أردت فإني لك خادم وسأرد لك السيف والخاتم. فبكى سلامة وقال له: أنا لا أريد إلا أن أفك الرصد عن أخي وأعيده إنسانا كما كان. فقال له: اعلم يا سلامة أن أخاك لا يعود إلى طبيعة الأوادم إلا إذا ملكت الخادم وطلبت هذا الأمر من الخادم. اسمع يا سلامة، الراجل بيموت. كلنا ولاد موت. خلاص يا سلامة، ملكت السيف والخاتم، حيفك السحر عن أخوك سالم وترجعه تاني آدمي زي الأوادم. مانيش فاهم. الراجل العيان ده الملك كنعان. أنا هوصلك إليه وأدخلك عليه. إزاي؟ ده في حارس بسيوف واقفين صفوف. هم دول اللي هيوصلوك إليه وهم اللي هيدخلوك عليه. يمكن يكون حد فيهم لسه فاكرني، ياخدوني ويروحوا قتلني، ويفضل اخويا الغلبان كلب
ما يبقاش ينسى. إن كان على شكلك يتغير دي حاجة تحير. انت دلوقتي واحد غريب رايح هناك بصورة طبيب. لوحدي؟ انا وياك هنروح هناك وتقف تنادي تحت الشباك. حكيم نداوي طبيب نداوي حكيم نداوي طبيب نداوي حكيم نداوي بتنادي حاضر بعدي سيد القاضي وقت غادي قاضي انت يا صلي على النبي مين ده اللي بيسيء الادب والسلوك تحت شبابيك الملوك؟ حكيم نداوي يا ست ستات ونقرا الاثر ونحضر الوصفات. حكيم طب استنى هنا زل عنك السوق والعناء. في واحد عيان عندنا لو دويته هتشوف السعد والغنى. العيني ماتوا وريني يا ولد القوق. القوق اديله القوق. اتصبر القوق ارفع يمينك فوق وقل له روح يا قوق. رب روح يا قوق. الله الله القوق راح اختفى ازاي ده؟ عجيبة حاجة غريبة. سيبوه ده باين عليه راجل مبروك. تعال تعال طولوا بالكم طولوا بالكم. اتفضل ريانة. والكلب بتاعي هاتوله الكلب. والخدام والخدام يلا على القصر اوان. تعال يا شيخ يا مغربي. صلي هالنبي صلي. هو ده العيان ده الملك كان عليل والعلة زادت عليه واحتار الأطباء فيه ومش عارفين نعمل ايه. شوف يا شيخ المغربة ايه اللي بيه. والله يا مصبحة فيك الخير والمروة فيك. يمكن ربنا يجعل الشفاء على ايديه. والله يا بنتي ما ينضرب رمله ولا ينطق نجمه الا اذا جبته النار وخليته المكان من بخر السكان ونحضر ملوك الجان. يا رحيم يا رحمن اخللهم المكان. ارخوا الستاير واقفلوا الابواب يا وهاب يا وهاب ابن هاب يا وهاب. يلا يا سلامه مفيش حد معانا. الملك فضيحه قدامك والحظ خدامك. السيف والخاتم يا الله الملك نايم ده باين عليه. شوف شوف بيفتح عينيه. اتقدم اليه سلم عليه. ازيك دلوقتي يا مولانا؟ مفيش فايده. الله مين؟ سلامه. ايوه سلامه. انت يا سلامة جيت في وقتك. انا يا ابني ظلمتك. وايه اللي فادك؟ ما فادنيش وربنا ما باركليش. وادي النهاية. ما كنتش تعرفها من البداية؟ يا ريتني ما كنت خدتهم. يا ريت خلوني طغيت وبغيت. سلامة مد ايدك يا ابني خد السيف والخاتم وسامحني. لا السيف ولا الخاتم يا كنعان دي قوة ما يصحش يملكها انسان. نطقت بالحكمة. وسيف النقمة سامحني ارحمني. انا ظلمتك يا ابني. في رقبتك ذنب اخويا وذنبي. انت لسه بتآمن لاخوك الخاين. مهما كان اسم اخويا ده ابن امي وابن ابويا. ولولا اني عاوز رجعه انسان ما كنتش جيت لك الان. خد الخاتم وامر الخاتم يفك سحره ويحل اسره. بس يا ابني ارجوك خدها وصية
من واحد بيموت. السيف والخاتم دول قوة ما يصحش يملكها إلا هو. مش كل واحد شرير، ولا كل واحد في طبعه الخير. سلامة سلامة. مات انت اوفى. النهاية السيف، النهاية السيف والخاتم. السيف فين السيف؟ دي هو ما يصحش يملكها الا هو. سلامة سلامة. من هنا ليوم القيامة. انت بتعمل ايه؟ بتكسر السيف ليه؟ انا بخلص العالم من ظلم بني ادم. والخاتم. سلامة سلامة. انت اتجننت. انا كنت مجنون وعقل. انت ناسي يا سلامة. انا مش ناسي. الله اخويا اخويا، انا نسيت ابعك الخاتم. فين الخاتم ما انت كفرته والرصد بتاعه ابطلته. الله، واخويا يفضل كلب بالشكل ده بإرادة ربنا. يا لها من قصة، ويا لك أنت يا شهرزاد، إنها عجب العجاب، وحقها أن تكتب بماء الذهب. إن رضاك عنها خير منها. إنني أريد أن أكافئك قبل أن أقتلك يا شهرزاد، فتمني تعطي واسألي تجاهدي. شهرزاد، أتضحكين ليلة موتك يا شهرزاد؟ مولاي، لقد ذكرتني بقصة حلاق بغداد. حلاق بغداد؟ كان ذلك في بلاد الصين، وكان عليها سلطان من السلاطين، وكان للسلطان مضحك أحدب، ولكنه قريب مؤدب. حياته أيامه ليالي كلها طرب وأنس وأفاكيه. ذلك الأحدب كان نادرة من النوادر، وأنه كان يحفظ الملح ويروي النوادر، وكان كيفا يعرف متى يتكلم ويعرف متى يسكت. وبهذا كله وصل إلى هذا المكان وصار مضحكا للسلطان. كان السلاطين في هذه الأيام يضحكون، وكانت الدنيا من حولهم تضحك له أو تضحك عليهم. قالوا، وخرج ذلك الأحدب في يوم من الأيام سكران يعربد في شوارع شن شن آم، حتى انتهى إلى خان ينزل به أبناء السبيل ويقصد إليه المجان. وكان لهذا الأحدب في هذا الخان ليال يحلف بها الندمان. فلما دخل من الباب لم يجد أحدا من الأصحاب، ولكنه رأى رجلا غريبا فتقدم إليه وسلم عليه. يا سيدي، يبدو أنك غريب عن هذه الديار، لا أنيس ولا صحاب، هل تحتاج إلى من ينادمك هذه الليلة على هذا الشراب؟ ومن لي بهذا النديم؟ إنه نديم يوقظ أحلامك وتشرب روحه قبل أن تشرب مدامك. وأين هو يا هذا؟ خادمك الماثل أمامك. أنت أيها أنا رجل مؤدب، لماذا تناديني بعاهتي وتمسك بي من علتي؟ هل نظرت إلى ما في الكتاب قبل أن تبادر للسلام؟ الكتاب يقرأ من عنوانه، والإنسان يعرف من لسانه.
إنك تظلم الصهباء إذا حكمت عليها من شكل الجناء. أراك ظريفا يا اسمي مشان، ولكنهم ينادوني بمضحك السلطان. ووالله ما أضحكت السلطان، ولكنه هو الذي يضحكني. فهو يضحك إذا قمت، ويضحك إذا قعدت، ويضحك إذا ضحكت، ويضحك إذا بكيت. ولكنه والشهادة لله يعطيني، وعن سؤال اللئيم يغنيني. حسنا يا مشان يا سيدي مشان. وإن شئت فمضحك السلطان. يبدو أنك على شيء، اجلس إلي وشاركني شرابي، فقد هجرت أهلي وتركت صحابي. اسمع يا أيها النادل، هات لنا أرطالا إثر أرطال، وأصلح ضوء هذا السراج. تفضل لنشرب على هذا التعارف رطلا. مثلا. بل فعلا. وما ضر لو كان رطلين. أو ثلاثة أو أربعة. مرحى مرحى يا سيدي، كذا يكون السخاء. ولكني عرفتك بنفسي، فكان بك أن تعرفني من أنت ولماذا جئت. معذرة يا مشان. مشان معذرة أيها السيد مشان، أنا رجل عربي واسمي أمير البدوي من مدينة بغداد. بغداد؟ أجل بغداد. ولماذا تركت المدينة وهجرت الأهل والعشيرة؟ لماذا تذكرني؟ لقد تركتها فرارا من القضاء الذي لا يدفع والقدر الذي لا يمنع. وما ذاك؟ رجل حلاق. أنت ظريف يا سيدي. لا تضحك مني، إنه كعملي الذي لا يفارقني. وقد جمعت أموالي ومتاعي، وبعت قصري وضياعي، وخرجت هاربا أضرب في كل مكان. وكلما نزلت بلدا من البلدان وجدته أمامي كالشيطان، فأتركه وأرحل إلى غيره، ولا أكاد ألقي عصا الترحال حتى أجده أمامي في الحال. ولم أزل في حل وترحال حتى وصلت إلى هذه المدينة ونزلت في هذا الخان. يا سبحان الخلاق، كل هذا من أجل حلاق؟ سيدي أنت هنا؟ إنه هو. من؟ الحلاق، حلاق بغداد. ماذا حدث؟ لقد هضمه ذلك الرجل الذي يجري هناك. انتظر، لا تغادر هذا المكان قبل أن نعرف ماذا جرى لمضحك السلطان. مشان يظهر أنه سكران. لا، إنه ميت. الله، مضحك السلطان، لقد قتلته أيها الغريب. أنا؟ ولماذا أقتله يا سيدي؟ إنما يقتله من له به علاقة، خصوصا إذا كانت علاقة معاملة، كأن يكون مثلا صاحب خان والقتيل زبون عنده، فهناك توجد بواعث الخلاف ودوافع الجريمة. أما أنا فلماذا أقتله يا سيدي؟ إذن فأنا الذي قتلته؟ ذلك ما يفهم من ظروف الحادث. ولكنك تعرف أن صاحبك هو الذي قتله، إذ صدمه عندما انطلق يجري. ليس المهم معرفتي أنا، وإنما المهم معرفة السلطان. ولكني سأستشهد بك. وتريدني أن أشهد على سيدي؟ أحلفك. أحلف؟ إنك شيطان. من أنت يا هذا؟ أنا يا سيدي رجل فقير داد، واسمي الصامت لقلة فضولي وندرة كلامي. وهذا الرجل الذي قتل صاحبكم سيدي وهو مريض بداء السفر والترحال، لا يحل بمكان حتى يرتحل إلى مكان، وأنا وراءه كالكلب الأمين أحرسه من كل ما هنالك، وإن كان هو ينكر علي ذلك. وبعد، فأنا أعلم أنك في ورطة، وكما خلصت سيدي أخلصك. اصنع معروفا أيها الغريب. إني أشير عليك، احمله على ذراعيك وألقي به على عتبة جارك. جاري؟ إنه طبيب بوذي عجوز،
لا، إن هذا شيء لا يجوز. ولكن انتظر، ناولني الغطاء، احمله أنت على ذراعك. أنا سأشرح لك كل شيء ونحن في طريقنا إليه. احمل، انتظر أغطي. كذا، تعال. هذا الطبيب جاي وهو يعرف، فاترك أنت هذا الباب وأنا واقف خلفك في الظلام، فإذا خرجت لك الخادم فاعطها هذا النصف واطلب إليها أن تذهب لتنادي سيدها. ها قد وصلنا، تقدم أنت، اترك الباب. من الطارق؟ رد عليها. أنا. افتحي يا ابنتي. هذا ولدي مريض. سيدي لا يقابل مرضى في مثل هذا الوقت من الليل. انتظري، خذي هذا النص، اخبريه فقط اننا نريد. في هذه الحالة يكون للمسألة وجه اخر. انتظري يا سيدي لحظة، سوف لا اغيب كثيرا. لقد ذهبت اليه، اسنده على الباب. انظر كأنه واقف. هيا بنا، فهذا الشيخ البوذي مقبل. هيا. من الطالب في هذا الوقت من الليل؟ لا تؤاخذني يا بني، انه ضعف بصري وضعف نور السراج. قم يا بني، قم. لماذا لا يتكلم؟ اكهاني، اقبلي للسراج يا بني. هاتي يدك يا بني، لماذا لا تتكلم؟ إن يده باردة كالثلج، إنه ميت. كان واقفا في الظلام فتعثرت فيه فسقطنا معا على الأرض، فكانت القافية مصيبة وقعت على رأسي، قتلته دون أن أدري. لا ترفع سيأخذونني من الدار إلى النار. لم أره والله ولم أقصد موته، لم أكن. فلا ترفع ثوبه. وماذا أفعل؟ نحن بلاي والليل ستار، هلم بنا ندليه في مطبخ دارنا الغني. أقفل الباب علينا. هيا احمل معي. ألا مخرج غير هذا؟ احمله من يديه معي. لقد كان فتى قليل الجسيم، يجب ان ينزل بخير. عذاري ان يسقط فيتيقظ صاحب الدار. امسك انت من يديه. لماذا تركت يديه؟ لقد وقع. لا ترفعي صوتك. من هنا؟ من هنا؟ لقد ايقظت. هيا بنا. القتيل ووجد في بيتك، وسمع الناس استغاثتك، وطرقوا عليك الباب، فحاولت أن تضللهم ولم تفتح لهم حتى كسروا الباب، فاختبأت منهم حتى عثروا عليك، وتقول بعد ذلك إنك باسم السلطان. لا تقتلوه مولاي، لقد جاءني هذا الرجل القتيل مريضا فتعثرت فيه فوقعنا على الأرض، فكانت القاضية. كيف وجد في بيت هذا الرجل أيها الطبيب؟ أنا الذي حملته بعد موتي وألقيت به في بيتي. وكنت تريد أن يؤخذ به هذا المظلوم؟ اضربوا عنق الطبيب. انتظروا، لا تقتلوا الطبيب. من هذا؟ أنا يا مولاي صاحب الخان، وقد جاء إلي مشان وصدمه رجل كان ينزل عندي فقتله، فخشيت أن أتهم به فحملته إلى باب هذا الشيخ الطبيب. هذا عجب، وأين هذا الرجل الذي صدم مشان؟ هرب يا مولاي، ولكني احتفظت بتابعك. يا مرزبان، أمر مولاي. لا تتركوا شبرا في المدينة، أحضروا القاتل في الحال. أمرك يا مولاي. أنا مظلوم، أنا مظلوم، مظلوم. إذا كنت صادقا أيها الغريب فلماذا هرب؟ وكيف أهرب منه وقد دعوت